مساء الخير عليكم واهلا بيكم مره تانية في فيديو جديد من تختيم لعبه جوست اوف سوشيما. بعد ما وقفت حوالي 3 ايام رجعت لكم تاني، وكان اخر فيديو لعبناه كان لعب كان كانت الميشن بتاعه الخائن او ذا تريتر، وخلصتها. ومفروض دلوقتي انا عايز اعمل بروسيد او اكمل في المين ستوري او اخلص بقيه السايد ميشنز اللي موجوده في اللعبه. نبدأ يلا بينا مع بعض. بس قبل ما نبدأ أفكركم ما تنسونيش تدعموني عن طريق اللايك والسبسكرايب والشير في قناتي لو عجبكم المحتوى، عشان تشجعوني وأقدر أستمر في إنتاج هذا المحتوى. وطبعا برحب بتعليقاتكم كلها وبتفاعل معاها، وبرحب كمان إذا كان عندكم أي اقتراحات للتحسين من أداء القناة. ويلا بينا، معاكم أحمد بهجت من قناة فرجني، ويلا بينا نشوف اللعبة مخبيالنا إيه. طبعا انا مش واثق في امكانيتي كلاعب بعد ما حسيت ان انا اخدت على اللعبه وبدات اتاقلم معاها ومع الزراير والكنترول بتاعها بعد ما غبت 4 ايام وخمس ايام. انا يعني ما اعرفش، يعني سامحوني لو كان في اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تكون ميس بلاي او كده. ما اعتقدش ان شاء الله ده هيحصل، بس يعني ان حصل يعني اعتبروا هذا الموضوع وسامحوني عليه. يعني دلوقتي في هذه السيده تريد مني ان اتحدث اليها، فنرى ماذا تريد ان تقول. My lord, Straw Hat Ronin have been attacking travelers in Kubara. More of Yuzo's traitorous men. Kubara? Spilling innocent blood, working with the Mongols. I have family near the inn near Akashima Coast, my lord. I hope they're safe. I'll find the inn and deal with these traitors. خدوم او جن؟ ما بتأخرش على اي حد معدي في الشارع بيطلب منه اي حاجة، على طول بيروح ينفذها، ما عندوش اي مشكلة. وعشان يبقى الجوست. A final request. Mongols and bandits are bad enough, but groups of rogue straw hat running have become more bold. انا ما علي من هذه التفاصيل، يعني انا هفهمها بنفسي لما اروح العب بنفسي. خلينا نعمل فاست ترافل هنا. طبعا واضح انها في ايه ده انا عندي ميشنز جديده ظهرت لي في انا في اكت 2 المنطقه الجديده. طبعا يعني انا بتاكد بس ان ما عنديش اي ميشن ناقصه في مونجول تريتوري هنا وانا فتحتهاش. خليني ارجع لها في فيديو اخر بعد ما نخلص الميشن اللي بعتتنا ليها هذه السيده. وفي برضه ميشن هنا برضه تيلز اوف سوشيما A Mother's Peace. انا بصراحه مش هتفرق كتير، بس خليني طبعا انا شايف ان انا هترافل كتير هنا في هذا الوقت، فانا اختصارا للوقت بدون واختصارا لمونتاج كمان الفيديو ممكن اروح لهذا المكان لاحقا. انا عرفت مكانه هنا. A final request. ونذهب الى هذا المكان القريب جدا عن طريق الفاست ترافل. نعلم عليها الاول هنا، نخلص عن مونجول تريتوري دي ونتجه على بركة الله. تعال يا حبيبي. انا وانا كانت بتهيالي ان اتجاه الريح كان حاجه، ولما ركبت الحصان اتغير بقى حاجه تانية رغم ان انا راح نفس المكان. معرفش بيتهيألي ولا ايه. نعمل ستاند اوف. يلا تعال تعال عشان افتكر الفايت عامل ازاي. يلا خد اضرب. كويس والله في اداء. انا بضربه بس والله مش نافع. خد دي يا عيني يا عيني. نرفض السيف. ايوه خليني مرعب كده. ريسكيو. يلا حبيبي
انا بحس ان انا بقابل نفس الشخص في كل مكان، الناس كلها شبه بعض الى حد كبير يعني. يعني ده انا شفته قبل كده بس كان من غير شنب اعتقد ذلك يعني، انا مش قادر اجزم بس انا حاسس انهم كلهم شبه بعض يعني. طب نكمل طريقنا للمونجل تريتوري، نعملها بقى ايه؟ نعملها ستيلف عادي ولا ده في ميشن جديده جت اهي؟ دي في انهي منطقه دي؟ ده هنا، ده المنطقه لسه ما اكتشفتهاش برضو. طيب خلينا نروحها بسرعه بس نخلص المونجل تريتوري دي. ستاند اوف تاني برضو، انتوا مش هتخلونا اوصل للمكان عادي بقى. تعالوا هاوس، افتكرته بيهاوس. تعال على الستون، فين الستون؟ دي؟ 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 مش حد غيرك ولا ايه؟ معاك حاجة؟ تعالى ابو سريع. ده كانوا انهم يقاتلون دب بري. المونغول تريتوري. تعال انا عايز يعني اوظف السكيل بوينتس اللي فاضله عندي بحيث ان انا اتحرك بسرعه وانا في الستيلف مود يعني، عشان انا موضوع البطء ده رخم، وفي نفس الوقت انا بحتاج اعمل الحركه دي كتير عشان اعرف مين واقف حواليا ومين مستخبي ومين هنا. المفروض بونس كيل انمي ان رو وداوت تيكينج دامج 5، ريكفر ساشيمو بانر ماشي، اليمينيت ذا وور كامب جنرال اوكي، وبعدين ريليز ذا فالكونز. وما هي الفالكونز؟ علمين عليه هناك. خلينا نشوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. تمام، انت فالكون من الفالكونز. ريليز المفروض. طيب تعالى انت كده في السريع. مفيش حد فوق. انت ايه؟ انت مدي وشك ولا ظهرك؟ مين اللي كان هيشوفني؟ طب نريليز فالكون في السريع كده. انت مين؟ خلاص اوكي. حد جاي؟ تعال. تعال يا سيد. لا ده عمال يرغي. طيب نستعمل اللونج بو. اللونج بو ده الشخص ده مرزعه واحده كده في راسه. ايوه باي باي. طب هم توتروا جدا دلوقتي وايه، وهيبداوا يدوروا عليا بقى، فانا ايه ابدلهم في الدوره. انتوا كام واحد؟ استخبى. مين قريب؟ مين قريب؟ انتوا مع بعض؟ تعال زيو. أرجين هندوان. تعال. باي باي. في السريع كده الضربه دي بقت افكتيف جدا من بعد ما عليت الدمج بتاع الويبنز.
ولكن التكرار برضو ممل. يعني الواحد برضو ايه بيحب ينوع في الجيم في الفايت وفي الباتل، ما يبقاش الموضوع كله باسلوب واحد، والا هيحس ان هو حافظ مش فاهم. وانا بكره بصراحه الناس الحافظه اللي مش فاهم، وبحاول دايما ما ابقاش زيهم، بس ساعات ببقى زيهم عادي. يعني هعمل ايه؟ طيب بعض الاحيان الواحد بيضطر يعمل حاجات مش حابب هو يعملها. انا مش دخلته في مش هدخلكم في مواضيع جانبيه، خلينا دلوقتي ايه نشوف بقيه الناس فين. انا كده داخل فالكون اهو، هنا في ايرون سبلايز، نخش الخيم، خيمه خيمه. ماذا يوجد بداخلك يا ترى؟ ايرون تقريبا، لا شيء. طيب نروح الخيمه اللي بعديها، كلهم بيشوا نفس الخنزير. يعني مش مرة تلاقي تيس، مرة تلاقي خروف، كلهم خنزير ونفس الشكل. والله المطورين مطورين الالعاب دول يعني ايه عليهم حاجات سهلة جدا وتافهة، وممكن يعني لو اعتبروها بتفرق، يعني بتعمل فرق كبير في اللعبة، تحسسك ان هي مور ريل يعني. بس ما علينا، احنا مركز في حاجات مهم اهم دلوقتي، في الجيم بلاي وفي الستوري، والحاجات دي ما هياش يعني ريلي كريتيكال. يعني هي كومنتس بس مش كريتيكال كومنتس. دلوقتي في نقط انا مش عارف ايه دي بالظبط، انا مفيش حد قريب مني دلوقتي، المفروض انا اقرب لهم تاني. تعال نشوف جوه، هنا في حد واقف. اني خيمه بتاعت الليدر؟ هنا مفيش حاجه، في حد قريب، في طيب بانر اهو، في ناس تحت، 1 2 3 4. خلينا نختار دي كانت ايه، سموك بومبا، ودي الكوناي. بس احنا ده طبعا، وده الراجل ده ايه تبع مين؟ ده تبعهم، رزعوا سهم كده. تعالى يا باشا اثبت. مات، كويس. مين تاني؟ في شخص هناك اهو، تعالى برضو. ياه، تعال تعال تعال. يعني كان لازم ادوس على الزرار غلط يعني. يعني دي حاجه والله العظيم. يعني تعالوا بقى، تعالوا لنا ايه، خد سبلاي، خد سبلاي. برافو عليك، برافو عليك. انت بتخاف؟ ماشي، بعد كده ننجز بقى، يعني ما نقعدش بقى ايه نحور كتير، الا بقى لو كان طالب ان احنا ايه نستلف غصب عننا فنستلف. مين فاضل تاني؟ في حد ورا هنا تقريبا، في اهو ده مش واخد باله من ده، ورا ده حصان، ده اه تصدق حصان. رايت، ليتس دو ذس، ليتس جو داون. في لسه عندي علامه اهو، المفروض اروح لها، علامتين. احنا ممكن ننزل من هنا، انا هضرب نار في ال هضرب سهم في النار، بيعمل افكت على حد علمي يعني. زيو، ما عملش حاجه. اي مش كل مره بقى انت حكيت. متنا، فضي ايوه برافو عليك، حركتي المفضله.
لا ما بانرز، هبص على بانرز، مفيش حاجة تبص عليها. تعال ناخد ارمور ايمو لو في ايمو. طب مفيش حاجة فاضلة ريكفر. لسه في اتنين بانر وفي اليمينيت تقريبا البوس. بص المكان. تعالى يا سيد احزق براحتك، انت مجرد ارشر تافه تافه. نروح بقى للبوس ده، في واحد هنا. انت معاك ايه؟ انت راجل تعالى نغير الاستانس. خد دي. ايوه يا زعيم. خلاص بح. بس ليه لما موت الزعيم ما عملش الموشن السلو موشن اللي هو الفشيخ ده اللي بيخليني احس ان انا عملت انجاز؟ انجزه المره دي. انا الجير انا مش محتاج حاجه من دول يعني، دي انا زي ما انا عامل اكويب للبتاع الباتل معظم الوقت. الستيلث عندي مش افكتيف قوي، ودايما انا فاشل شويه في الستيلث مع اني بستمتع بيه جدا، ومش هعتمد على كل حاجه لانه بياخد وقت طويل في وقت الفيديو، وانا بصراحه حابب يعني اشوف ايه اللي هيحصل في اللعبه مستقبلا يعني. طب انا فاضل ايه في الاوبجكتيفز؟ طيب اه لسه في شخص، تعالى اساسينيت. يلا يا معلم باي باي. نولع بقى في البتاع. هي دي بتولع صح؟ بتولعش؟ مش دي بتنفجر؟ طيب ناخد نلم اي غنيمه من جوه كده. البانر اهو اخر بانر. شكرا. يا جبنة انتوا جبنة انتوا فين الباقي؟ تعالوا. ايوه تعالى حبيبي. مين فاضل؟ اي هل من مزيد؟ هل من مجيب؟ لا يوجد. طيب خلاص نخلع بقى من المنطقه الكئيبه دي ونذهب الى مكان اخر بمشن اخرى. فنجمع هذه الغنيمه. هي لسه ليه لسه في مزيكة سسبنس يعني؟ المفروض انا خلصت خلاص الناس كلها. ايه اللي فاضل؟ ايه اللي فاضل؟ ديستروي ذا بلاك باودر. اه هي دي اللي هناك اللي ما كانتش عايزه ديستروي. كان لسه في ناس. حاضر مشوار وخلاص على الفاضي. انا كنت هناك. يا ترى هيطلع لي حد بقى صايع بقى بروس لي بقى بتاعهم، ولا هتبقى انفجار وخلاص؟ مشهد الانفجار اللي متسجل الموجود في كل الانفجارات شبه بعض. Destroy cheap yard done. عندي 2 سكيل بوينتس ازود بيهم بقى ايه؟ السكاكين الكوناي. انا ما اعرفش بأني لغه في العالم اسمها كوناي، ما اعرفش، بس هي المفروض انها سكاكين يعني. تكنيك بوينت ايرن. ممتاز عظيم. بس قبل ما انت نايم كده خلينا نشوف التكنيكس. فين بقى الكوناي؟ خلينا بس نشوف الايفيجن. عندنا حاجه في الايفيجن حلوه. ديلايد سترايك ا ديلايد كويك اتاك ذات انفليكتس
extra melee damage and stagger damage. Hold مربع to initiate pulse when release مربع to strike. ماشي لو افتكرتها هعملها حاضر. بس خلينا نشوف دي ايه المهم تاني. Terrifying Prey. Perfect Prey counter attacks have 20% chance to terrify nearby enemy. 20% يعني ما بين كل خمسة Perfect Prey هيجي لي واحد Terrify. حسبة لا بأس بها. وهم بيترفايدوا من دلوقتي يعني ف طيب خلينا نخلي دول انا حاسس مش مهمين دلوقتي. ممكن نشوف الستانسز. ويند سترايك تايفون كيك دي حلوه الكيكايه دي بتطير الناس. خلينا ناخدها بس دي بواحد ودي برضو اسيل يور فوز وذ تو باس سبينينج سترايك سبينينج سترايكس. طيب السبينينج سترايك دي كانت بتعمل مره هي كانت حلوه بصراحه ومفروض اعملها مرتين. دي بتبقى هولد وبعد كده تاب. هما كلهم فيهم نفس الحاجه صح؟ هولد وبعد كده تاب ثلاث مرات اوكي ودي هولد وبعد كده تاب ايه تاب مثلث اوكي. طب خلينا نعمل دلوقتي عندي ثلاثة يعني متهيألي لو انا خدت دي هيبقى عندي مجال ان انا اخد ازود الباوتش بتاعت الكوناي اهي. كوناي انفليكت توايس از ماتش دامج هي اوريدي بتعمل اوكي الباوتش حاجة تانية لازم في الابجريدز. طب خلاص ناخد دي دلوقتي عشان دي برضو بعتمد عليها كتير. خلاص احنا كده خلصنا نرجع بقى ايه للميشن. برضو خليك نايم دلوقتي خلينا نروح في الخريطة. طبعا المكان ده اتحرر خلاص. في undiscovered territory هنا ممكن نروحها في السريع. معلش صحناك من النوم يا اخي. في مكان قريب 350 متر يعتبر يعني distant to travel. I don't think so. هي نفس المسافة أقرب مسافة هي الفوكس دين والفوكس دين من الناحية التانية وهو. يلا بينا. هحاول أنجز بقدر الإمكان وأتجاوز إذا كان في stand off ولا حاجة. خد يبقوا جوه بقى كلهم على بعد مش اقل من 400 متر الاقي باترولز لمونجولز ولا حاجه يعني بعد ما دمرت لهم اهو. شوف انا عمال اقول لكم ايه يعني عمال اقول لكم اتجاوزها واعديها ولما لقيتهم ما قدرتش امسك نفسي بصراحه مغرين جدا. يلا اوبا خد البس بس انتوا فاضل كام اتنين كوناي بقى في السرير. يلا تعالى احزق على الفاضي خد موت. يلا باي باي. انتوا في معاكم حاجه نخلص من السفر ده عند السفر. يلا بينا تعالى يا ابو سريع. ايه بقى فوكس دين ولا ايه مين ولا حما ولا عين ساخنه. فوكس دين تعالى حبيبي تعالى يا كيوت انت يا جميل. فين رحت فين يا اخي حرام عليك انا عقبال ما الف الكاميرا تختفي ينفع كده. يلا هو انا جاي اهو. يلا بس يا جماعه لو انتوا تعرفوا هل الفوكس صوت يعني هل التعلم ليه صوت فعلا وصوته كيوت كده. انا عمري في حياتي ما سمعت صوت للثعلب ابدا ولا شفت اي فيلم وثائقي عن الثعالب. بس كنت بشوفها في جنينه الحيوانات زمان وكانت بتبقى ساكته خالص يعني ممكن تكون عشان مكتئبه ما اعرفش. بس هي دايما عمري ما سمعت لها صوت بصراحه غير هنا في اللعبه يعني. تعال يا حبيبي. اوكي عندنا شرم مكاننا جديد. انا بدوس اكس كمان عشان ينجز ولكن الراجل استوعبها ان انا عايزه ينط
نايس فيو. طيب عندنا اندسكفر دي متهيألي برضو موجود تريتوري. شكلنا كان هقضيها في فيديو ده موجود تريتوريز بس. ولو اني كنت عايز اعمل والله انجاز عشان حتى اعرف الاقي تايتل للفيديو يعني. هنا تايتل الفيديو All the trading posts to destroying shipyard، يعني ما هيش تايتل اتراكتيف، وفي نفس الوقت حتى في الثام نيل او صورة مصغرة ما اعرفش الاقي كابتشن حلو وكده احطه في صورة مصغرة. ولكن معلش يعني هي لعبة كده ولازم اتأقلم معاها بشكل ما. خلينا نعمل فاست ترافل سريع في منطقة قريبة جدا هنا مثلا، نختصر بيها المسافة. فليكن هنا، لا انا عايز اعلم هنا فاست ترافل هنا. تعالى يا ابو سريع. مية وخمسين متر مونجول تريتوري. نخش بقى ايه ندبح فيهم كلهم مع بعض بقى. انا راجل معبي اسلحة ومعبي سكاكين وسموك بومب وبتاع، يعني ايه نقدر You have arrived to your track location. Defeat the Mongols bonus kill enemy with half bow. طيب نلعب بهاف بو في السريع كده. بس انا هاف بو ده لازم اعمل شويه ستيلث يعني. انتوا فين؟ في حد بره؟ لازم اتسحب اخش من حته من شق في الحائط كده او ثغره في الجدار. وغالبا تو كيل لازم اضرب على حاجه من الحاجات دي. لا مش عايز اعمل ستاند اوف بصراحه. هي دي بعيد عنهم؟ بعيد عنهم جدا. طب ايه اروح من الناحيه التانيه؟ طيب في مدخل اخر من هنا مثلا. اهو مين ضرب واحد؟ كفايه هنا في العبيد يا كلاب. طيب لا هو واضح كده انهم يعني صعب يتقتلوا بال لوني. احاول برضو لان في واحد لابس درع وفي واحد جثه. الا بقى انا صبته في دماغه اضرب الخرتيت قصدي الخنزير المشوي. لا بس برضه لن ينشر نار. ممكن اصطاد لوحده كده في السريع. انت جوه ولا بره؟ شكلك كده جوه. انت جوه. ده انا مش عايز النار، انا عايز العادي. تعال تالت واحد كده فاضل. نقتله منين ده بقى؟ نقتله منين؟ تعالى مثلا ناخد الراجل ده. دن يلا بقى نخش ايه ننطح فيهم كلهم. ايوه هو ده الموشن بتاع الليدر. فين انتوا؟ فين؟ خد دي. هربوا يلا مش مهم. نرمي الغنيمة في السريع.
ما انا بقيت اتجوزت بقى خلاص. ما ايه ده ليسكو انا يعني يعني واحد لازم اقرا برضه، ما ينفعش التسرع ده وانا يدوس وخلاص اي حاجه بتنور تبقى سبلايز يعني. ماشي ايه تاني؟ ناخد المكان من اليسار كده. ايوه هات الايرون ده. في اوبجكتيف تانيه ننقذ الوليه دي. مش كان في واحده هنا ولا دخلت بيت تاني شبهه؟ لا كان في واحده هنا والله. ماشي هي دبرت حالها ما عنديش مشكله. ولا هي اللي ماتت دي ولا هو ده اللي مات؟ انا مش فاهم بصراحه مش قادر اميز. طب انا جيت هنا خلاص يعني. ممكن تبتول دي ممكن صغنونه خالص. ده الشيء المجهول اللي انا نفسي اعرف افهم امه. طيب برضه الايمو فول. ادخل ادخل هات ادوني عطني. دي هتطلعني برا؟ لا دخلتني في حاجة تاني. طيب let's move out. هو كده فاضل اي objective ولا حاجة لما كانت حرر؟ اه زي الفل تمام خلاص. نذهب بقى الى الميشن اللي انا كنت عايز اروحها. Mother's Peace مش دي اللي انا كنت عايز اروحها، بس انا في برضو مكان كده undiscovered location جنبه بيت، فانا هروح اعلم عليه واعمل فاست ترافل هنا. متهيألي في conversation محتاج اعملها مع حد من الناس اللي عايزين مساعدات يعني. انا مهما اعتبرت ان انا جود فيو. ناخد سكرين شوت سريع كده. undiscovered location هيوديني ليها الطائر اكيد يعني. طيب انت رحت فين بقى يا كابتن؟ انا كنت هاخد البامبو بس لو سمحت. شكرا. هو الطائر راح فين؟ اهو انت مراز طلعني فوق البيت فعلا. انت جليتش تاني ولا ايه؟ هو ايه الموضوع؟ اشمعنى الطيور بيحصل لها كده؟ ما تنجز يا عم الحاج. اوكي بامبو سترايك L1 مربع. L1 مربع L1 اكس. ماشي L1 مربع L1 اكس L1 اكس. يا عيني يا عيني الله عليا. طيب ما الجديد؟ نذهب الى الميشن. بس انا كنت هنا وداني هناك يعني. انا متهيالي المفروض اروح خلينا نروح دلوقتي عند المكان اللي احنا عارفينه قريب وبتاعنا. في سيده مسكوا هرا ضرب. ظريف قوي انا ظريف. انا مش قادر اعمل ايه في خف الدم دي. يلا بينا مفيش شورت كات. بتمنى يا جماعه يعني انا دلوقتي المقطع بتاعي فاضل له حوالي 5 دقايق و10 دقايق ويخلص. بتمنى ان انا المكان اللي انا رايح له ده ما يكونش فيه ميشن تطول عن الوقت اللي انا حابب اطول عنه او اللي انا عايز اخلص فيه. حتى يتفنى لي او يتسنى لي البدء في فيديو جديد مع ميشن جديده. كلها مجرد امنيات. ولو بطلنا نحلم نموت. الطريق ده شكله ممهد بطريقه مريبه. اديني في البامبو. سيبكم مني. ايه ده وانتم منجل تريتوري بحالها؟ Yeah.
حد تاني؟ هل من مزيد؟ انت معانا ولا معاهم؟ شكلك أليف. طيب نذهب إلى المباني. هو دول شكلهم كانوا محابيس جوه وإيه وهربوا. اشكرني. ومين عامل لي قعر هناك ده؟ في حد تاني ولا ايه؟ في اهو. تتخانق مع مين؟ باي باي. هو ده مش ليدر برضه ولا انا بيتهيألي؟ نجم حرسينتا. سبلايز يا جماعه، عندكم اي سبلايز؟ اي سندوتشات؟ اي نودلز؟ اي حاجه؟ ما خلاص بقى، بتعيط ليه؟ ما انا انقذتك، خلاص بقى بلاش دراما. عاير، نطلع الدور اللي فوق. حتى ايام الاحتلال بيوتهم منظمه ومنمقه. تقريبا انا لمحت حاجه هنا. اهي. مبسوطين يا جماعه؟ في حاجه ممكن؟ ما في. نطلع بقى. اتحررت؟ لسه في ناس. Defeat the Mongols. انت لسه في مونجولز تاني. Kill two enemies with a chain assassin. متهيألي تو ليت دي، مش هعرف اخد البونص. معاك حاجة؟ ليه مزاج اديك بالسهم زي ما انت بتضرب بالسهم؟ في حد تاني؟ خد. مات؟ بس حاجة معلش، خلاص راح الخطأ من عندكم. لسه في حد تاني ولا ايه؟ بتهيألي لسه في حد تاني. Defeat the Mongols. لسه في. تعال وريني السكيل بتاعك. دي مش مفروض تتحسب فين اساسا برضو ولا تحسبش؟ Yeah.
ليه هنقتل ايه؟ وانا مش كان ممكن اعملهم شين اساسين دول؟ انا كل مرة بحس ان انا خلصتهم وبعد كده الاقي تاني يعني خلصهم امتى انا مش عارف متى لسه هيقول لي ديفيت ذا مونجول لسه لا خلاص كده الله 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 دي اتملت اماكن تانية خالص undiscovered يعني انا مفروض افتحهم كلهم ولكن هذا يفضل ان افعله في فيديو قادم وبكده يا شباب واعزائي المتابعين والمشاهدين اللي هم المفروض بيستمتعوا بالفيديو بتاعي ويا رب يكونوا بيستمتعوا بيه اكون وصلت لنهايه المقطع دوت وبتمنى يكون المقطع عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب والشير عشان احسن من اداء القناه والمحتوى ولو عندكم اي تعليقات برحب بيها جدا ومقترحات برضو كان معاكم احمد باجب من قناه فرجني واشوفكم فيديو جاي في مغامره جديده وميشن جديده ومع السلامه.